لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. يغنيوا في كل شيء جماهير الاتحاد، في الكرة، في الرياضة، في السياسة، في 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 طبعا لازم يكون عندك اولا كاتب كلمات وشاعر وملحن وفكر، لانه الاغاني اللي غنوها جماهير اتحاد الجزائر والكثير من الجماهير الجزائرية تنم عن وعي كبير جدا للجيل تاع اليوم باوضاعه وباحواله، وتنم ايضا عن ثقافة، لانه الغناء هو في الملاعب هو وسيلة تعبير، وسيلة وسيلة تعبير راقية كذلك، مش وسيلة تعبير عنيفة أو شيء آخر. يتنفس الشباب بهذا الشكل، بهكذا أغاني وبهكذا أهزيج، ويعبر عن رأيه، ويعبر عن مكيونوناته، ويعبر عن أفراحه، ويعبر عن أحزانه وعن آلامه بشكل راقي، بشكل جميل جدا، ويوصل صوته على كل حال، لأنه أكيد أصوات المناصرين تاع كرة القدم تصل لبعضهم البعض وتصل للمسؤولين أينما كانوا في الملاعب. لذلك الملعب اليوم والملعب تاع كرة القدم صار في بعض الأحيان يمكن اعتباره معيار ومقياس لمعرفة بارومتر المجتمع أو بارومتر طيف وجزء من المجتمع مهما كان، اللي هم شباب تاع كرة القدم، شباب تاع لعبة كرة القدم كثار أو قلال. مهم هي فئة من الشبان اللي تروح للملاعب، تروح لقاعات السينما، وتروح للمسارح، وتروح للمقاهي والمطاعم والساحات العامة، وتعبر عن مكنوناتها وعن أفكارها. قلت لكم بأنه لازم يكون هناك شاعر، أولا مفكر، ثم شاعر، ثم ملحن، ثم جماهير تحفظ أغاني مثل هذه، حافظينهم على ظهر قلب، يغنيوها في الملاعب في كل المباريات. نغلق القوس.